عايزه بس اتكلم عن حاجه بخصوص افريقيا وبخصوص بدايه المعترك الافريقي وبخصوص كمان اللعيبه اللي هتخوض معانا المباريات المهمه اللي احنا بنتكلم عنها. فقصه بقى في كلام كتير عن قصه القيد، وبنشوف الناس على السوشيال ميديا بتقول ايه، وتشوف اللي بيحصل في اليوم امبارح والايام اللي فاتت دي. احنا حابين هنا ان احنا نطلع نطمن جماهير نادي الزمالك. الناس مش فاهمه، في كلام متضارب، في اخبار متضاربه، الناس مش فاهمه القصه ايه، وفي ناس كتير محتاجه ان هي تطمن. كلامنا بيتعلق طبعا بالثلاثي الجديد في سكواد تيم الزمالك اللي طبعا انضموا في ميركاتو يناير، سواء بتكلم عن ناصر منسي او بتكلم عن المغربي احمد بالحاج او كمان حتى عن اللاعب العائد لصفوف نادي الزمالك مدافعنا محمود شبانه. المساله يا جماعه بسيطه، ويعني اسمعوا مننا وما تسمعوش بره. المسألة ببساطة شديدة يعني أسهل ما أنتم متخيلين. الزمالك باختصار خلاص ضمن حقوقه وحفظ حقوقه تماما، يعني الزمالك حفظ حقه تماما في قيد صفقاته الجديدة على سيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم. والحقيقة أن دي قصة ملهاش نهائيا علاقة بقصة مستحقات اتحاد الكرة ولا ليها دعوة بيها أساسا، دي قصة داخلية ودي قصه تانية. لكن اهم حاجه ان انت، او كان اهم حاجه ان انت تسجل لعيبتك على السيستم، دي كانت اهم حاجه انك تسجل لعيبتك على السيستم قبل منتصف ليل 1 فبراير، وده اللي الزمالك عمله. احنا سجلنا اللعيبه قبل الساعه 12 تحديدا، الساعه 11:30. مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور قدر ان هو امبارح قبل الساعه 12 زي ما قلت، الساعه 11:30 تحديدا، قدر ان هو يسجل اللاعبين الجدد على سيستم اتحاد الكره المصري. طيب حد يسأل هو بالزمالك بكده عمل ايه في ظل بيان اتحاد الكرة اللي طلع يقولك الزمالك ما قيدش صفقاته؟ طيب باختصار يا جماعة عشان نبقى فاهمين القصة، اللي احنا بنقوله ده ما يتعارضش مع البيان، ما يتعارضش مع بيان اتحاد الكرة، لانه الزمالك باللي عمله ده هو كده ضمن حقوقه.